السلام عليكم ورحمة الله يا جمال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشك الشيخ لاباس؟ الحمد لله. حبيت ندير دعاء برك للصلاة خويا خاوتنا في فلسطين. تفضل أخي تفضل. وخاو دعوة لأمي وأبي وبابا وولدي في الجيش الوطني الشعبي. هنا في البون. وخونا في البون وقول له ما تنساناش برك. نحاول على الجزائر الأولين. نعم شكرا يا جمال بارك الله فيك شكرا جزيلا. خديجة من باتنا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت نقول لكم هنيئا لكم على هذا المجلس العلمي الراقي الذي نفعتمونا بما نجهله. هذا هو العلم الذي لا ينقطع منه الميت. الله ينفعنا وإياكم. فبشرى للمشايخ بما علمونا به حتى تعلمنا وأصبحنا نعلم. هنيئا لكم مقاعد في الجنة رفقة الأستاذ أبو عبد السلام والأنبياء الله. والرسل. آمين. إن شاء الله يا رب. السؤال الأول تعيش أستاذ. نعم تفضلي. بالأمس الاثنين نويت صيام في الليل وكانت عندي طريق، قلت غدوة إذا رحت لهذا الطريق أني ما نصومش وإذا ما رحت أني نصوم. الغدوة من ذاك ما رحت أسك الصيام تاعي مقبول ولا ثم خفتك مع النية والأخر ما فهمتش كيف. ما درتيش نية الصيام؟ لا درت النية ومن بعد ثم بقيت هيك مترددة، قلت ما نعرف نروح للطريق هذه ولا ما نروحش. الصباح ما رحتش ثم جاني ظرف ما خلانيش نروح. صمتي ولا لا؟ صمتي صمت كدين. ولكن قلتي إذا سافرتي تفطري. هاي قلت إذا رحت أني نفطر إذا ما رحت. طيب أنت يعني رقدتي على نية مترددة بين الصيام والإفطار. يعطيك الصح صحيح. هذه يجاوبك الشيخ إن شاء الله. الصوم كان صوم تاع دين ماشي نفل. دين 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 واضح ان شاء الله. سؤال ثاني. نعم. عندنا قط في الدار استاذ وحشك الشعر تاعو يطير بزاف وفي الزنة الدار في الزنة الفراش وكل شو احنا تعلقنا به ثم تعلقنا به بزاف خلاص وحبيت هيك انا حبيت نخرجه خايفه عليه من ضرر تاع الشارع ومن ثم هيك كي نخرجوا ويحاسبني ربي نخاف عليه من البرد من الجوع من قوة ما تعلقنا به ولينا نخافوا عليه وخايفة من ربي ومن طعم. واضح إن شاء الله. أعطيكم الصحة ربي. مع السلامة. يا أمل الله خديجة شكرا. إيمان من قسنطينة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. مساء النور. نرحب بكم بالشيخ نشكركم. مرحبا بك. يسلمك. عندي سؤال فقط. انا عندي جدي توفى ربي يرحمه. ارفعي صوتك ما ناش نسمع. عندي جدي توفى ربي يرحمه رحمه الله عليه. خلى ارث وما خلى هو سفوي مش كتابي. وترك ارث وماذا؟ سفوي مش كتابه. ترك وصيه. وصى بها الحفيد هذا متوفي هو مبلغ مالي خلاه قال مديه لحفيدي. وش وصاله؟ وصلوا بمبلغ مالي. ايه؟ ها قال مدوه الحفيدي. نعم. حفيده هذا الوالد تاعو متوفي. وعندي انا خالتي كاين اللي قبلوه كاين اللي ما قبلوش، قالوا حنا نديو حقنا من هذا الارث اللي خلى الوالد. مفهوم السؤال؟ ولا واضح ان شاء الله. واضح. وتشرح لي فقط كيفاش نقسموها؟ لكان نمدوا لها هذو اللي ما حبوش، كيفاش القسمه تكون فقط؟ الان مازال ما عطيتوهش هذا الولد. مازال ما مدينا والو قلنا نستفسروا هو خلاها سفويه. هذا ولد بنو ولا بنته؟ وابنه متوفي. ولد بنو مع خمس بنات عندي ثم خالتي خمس بنات. أيه؟ وابن اخر. انتم الورثه بنات ورجال هكذا؟ بنات خمس بنات وراجل. ايه ها طيب واضح ان شاء الله. واضح سؤال؟ نعم. ممكن تشرح لي برك ربي يستر كيفاش نقسموها ولا واش تقسموا اختي خديجه؟ هذا الوصيه اللي خلاها لكن تقسم ولا نمدوها اللي وصاها له؟ دوك يقول لك الشيخ اذا تمدوا له هذا الولد ولا لا وبعدين اذا مديتوا له راكم تقسموا الباقي اذا ما تمدولوش تقسموا المال كله على الورثه. بارك الله فيك. نعم في امان الله.
شكرا. امال من عين دفله. الو السلام عليكم خويا. انا من عين دفله، معليش نهضر مع الشيخ بالقبيليه. نعم تفضلي. مساء الخير الشيخ، قال عليك بغير كان يتضغط الالهه هاقلين سلحم شهور بغير كان يتضغط باش هاد الجيغه كاينه واحد وتضغطي وراوي وان شاء الله روحي المؤمنين يكل ان شاء الله يا رب ان شاء الله. صحيت الشيخ خالد صحيت. الله يسلمك الله يسلمك. شايغ الخوف شايغ كاينه بغي تضغط كان كيس الحمل كل ما بلا سلحم كيس طرو. ان شاء الله تسمع. بغي كان يتضغط صحيت الشيخ ربي يعاونك ان شاء الله. السلام الله شكرا. امال من تيارت. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير حاج، كيراكم؟ الحمد لله اختي امال. عندي اسئله. تفضلي. هل يجوز مشاهده الافلام تاع قصص الانبياء ودوك اللي يشبهوا الانبياء، يجوز لنا باش نتفرجهم؟ هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني افكار النوم، كي نكون نقضي في الصوالح نديرهم نقراهم، باغ اكزومبل نغسل المواعين ولا حاجه نقعد نقرا فيهم باش كي نروح للمكان تاعي نرقد ننعس، وليت ننعس وما نقراهمش، يجوز ولا ما يجوز؟ ولا حتى نروح للمكان تاعي باش نقراهم. نعم. والسؤال الثالث، عندي وليدي يصلي الله يبارك بصح ما يصليش الشفع والوتر، كي قلت له قال لي ماما لا كاين العشاء فيها اربعه و قلت له لا احنا نصلوا الشفع الورد. نعطيه نصيحة إذا أمكن، وادعوا لي لزوجي ولأولادي بارك الله فيكم، والدعاء لفلسطين إن شاء الله ييسرها. آمين يا رب. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى زينب من العاصمة. أختي زينب مرحبا بك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال. تفضلي. عندي أبي توفي قبل الأم تاعو. ألو؟ إيه. وخلى ثلاثة دراري وثلاثة وأربعة بنات. نعم. إيه. وسما هي كي ماتت وخل صلها الجدة تاعي خلات طفلة وخلات بابا. ومات بابا. بس بابا قبل جدة. وبعد واش خلات هي؟ واش خلات جداك هذه من بعد؟ ما خلات والو، خلات عمتي هذا المكان. خلات طفله. خلات عمتي. نقولوا خلات طفله يعني بنت. ايه. وخلى والاب تاعي خلى لها ثلاثه ذكور واربعه بنات. ايه. هذا مكان. يسمى شغل الا عندنا حق ولا ما عندناش حق؟ قالوا لنا باللي كي مات الاب قبل الجده باللي ما يسالوش الولاد نتاوعو. وعمامك؟ لان الجده تاعي مات في 83، قانون اللي مات في 83 قبل 84 ما يسالوش الاحفاد. اسكو هذا اذا كان صح ولا لا؟ لا هذا ما كان في القانون. الجده هذه جابت غير هذا الولد ولده؟ جابت غير هذا الولد. ايه. الاب واش من عام مات فيه؟ مات في 76. لا عندناش العم، عندنا غير عمه و نعم وحنا يسمع عمه والاب تاعي. العمه غير كيما ماتت. ما عندهاش بزاف ملي ماتت، عندها عام. عندها الاولاد؟ اي عندها الاولاد العمه، عندها ثلاثه ذكور ثاني. وعندها البنات خمسه. واضح ان شاء الله. صح، ما عندناش العمه باش تكوني على بالك. نعم واضح واضح. هذه هي صح. شكرا. رشيد من البويرة ونجيب إن شاء الله. أخ رشيد تفضل. نعم يا رشيد. إذا نعم انقطعت مكالمة رشيد. إذا نبدأ على بركة الله شيخنا مع خديجة من باتنا. خديجة تقول نوت الصيام بالليل ولكن هذا النية مترددة بين أن تصوم وبين أن تفطر لأن كان عندها سفر وصيام هذا كان قضاء وليس نفلا. نعم. ثم صامت يومها، حكم هذا الصيام؟ نعم. جمال البواقي طلب الدعاء. دعاء إن شاء الله.
نختم الدعاء للجميع ان شاء الله. سي جمال بارك الله فيك. الاخت خديجه، هو الاصل في النيه الحزم والجزم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ما يلزمش يكون التردد في النيه، هذا هو الاصل. الان ننصحك من باب الاحتياط انك تعودي ذلك اليوم، لانه قضاء. لو كان في كان الامر ايسر، ما دام هو قضاء ننصحك باعاده ذلك اليوم. لماذا؟ ليثبت الاجر وتبرؤ الذمه. ربنا قال: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طبعا كل شيء لله سبحانه وتعالى. والحديث: انما العمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. في الطاعات والقربات لازم تكون النية حاسمة جازمة. لماذا؟ لأن تفيد التمييز، تميز بين العبادات، فيها مقصد الحزم والجزم، وفيها مقصد آخر اللي هو التمييز بين العبادات في حد ذاتها وبين العبادات والمعاملات. ممكن يكون ربعة من الناس صايمين، واحد كلهم صايمين، واحد صايم قضاء والاخر صايم نذر والاخر صايم نافله مثلا، كل واحد نيته. لذلك انت ننصحك باعاده ذلك اليوم من باب الاحتياط. خاصه والنقضاء. والقضاء دين. نعم. لو كان نافله لكان الامر ميسور. نعم. نعم. اما بالنسبه لهذه القطه. نعم. لهذا القط، الحقيقة يعني كما قلوا ربيت عليه الكبدة، يعني تحبوه وتربى في البيت وكذا. عندكم أحد الخيارين، يا إما تكملوه خليه يعيش معاكم، هو تربى عندكم في الدار وكذا، وراك تقولي خلاص ربيت عليه الكبدة يعني، وأنا أعلق به يعني. نعم، نفهمك جيدا، وتتخذون الاحتياطات والاحترازات الصحية الممكنة، لأن هذا الأمر أيضا لابد أن نلفت الانتباه إليه. فهناك أمراض ونحن في عصر في الحقيقة مخيف من ناحية الصحية، لابد من اتخاذ التدابير الاحترازية، الاحتياطات الصحية في التعامل مع القط، خاصة إذا كان عنده هذه الأعراض. شعر نتاعو الطاير ممكن يجي في الماكلة، في الأكل، في الطعام ممكن وهكذا. فنسأل الله العفو والعافية. إذا قدرتوا باش تحققون هذا الأمر فذلك أفضل، فذلك أفضل. فهو من الحيوانات الأليفة، تربى عندكم في الدار وكذا، فذلك أفضل. نسأل الله أن يثبتكم على ذلك. ولكن إذا كان هذا الأمر غير مستطاع، ما عندكمش ذنب باش تخليه يأكل من خشاش الأرض كما ورد في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها. لو كان تربطوا هرة ولا قط ولا تحجزوا عليه في غرفة في مكان ما كان فيه لا أكل ولا شيء، نعم هنا الإثم ثابت يقينا. نعم، لأنه تتمة الحديث أنا لتبين هذه المسألة وتؤكد عليها، يقول: تأكل من خشاش الأرض. ما أعطت لها ماكلة، ما خلتها يعني تطلق صراحها لتأكل من خشاش الأرض. أرض الله واسعة، الله هو الرزاق. يعني القط هذا كي تطلقوه وتخليوه في البر، سبحان الله، يعني كيف بمن قتل الأبرياء. سبحان الله، وأنت نشكرك. نعم. يا خديجة بصراحة، وبارك الله فيك. نعم. في محمد. نعم. يعني إذا كنت راكي تفكري في مصير وفي مآل وفي حقوق الهرة، وهذه هي الشريعة، لأن الشريعة تحفظ حقوق الإنسان وتحفظ حقوق الحيوان
ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو الحديث دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ما أعطت لها لا تطعم تأكل تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. ماذا نقول عن هؤلاء المحتلين الغاصبين عن الصهاينة وهم يرتكبون هذه الجرائم البشعة في حق الناس في حق الأبرياء في حق النساء والأطفال وفي حق الحيوانات وهذا الدمار الشامل الحاصل في أرض فلسطين وفي أرض غزة. نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله النصر لأهل فلسطين على المحتلين الغاشمين. لذلك أقول لك يا خديجة إذا كان أطلقتم سراح هذا القط يروح البرة ربي هو اللي يوكله ربي هو الرزاق. ربي قال في القرآن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إذن ما تخافيش ربي هو الرزاق هو اللي يرزق هذا القط. فإذا اتخذتم هذا القرار الثاني وسرتم مع الرأي الثاني فلا ذنب عليكم. طيب إيمان من قسنطينة، الجد مات رحمه الله وترك إرث وترك وصية شفوية لحفيده. طيب هل هذا الحفيد يجوز فيه الوصية ولا لا؟ نعم يا إيمان، هذه الوصية الشفوية من ناحية الشرعية هي وصية صحيحة لأن الشريعة لا تشترط الكتاب والتوثيق. يعني لو كان توصل المسألة إلى القضاء إذا كان خلى غير وصية هكذا ممكن القضاء ما يعملش. يعني هو ممكن إثبات هذه الوصية عن طريق الشهادة عن طريق الإشهاد طبقا للآية 282 من سورة البقرة وعملا بالمادة 333 وما بعدها من قانون 75-58 المعدل المتمم. هذه المادة وما بعدها نصت على الإثبات بالشهود. متفاهمين؟ الآن هذا الحفيد الأصل أنه لا يرث. لماذا؟ لأن أباه مات قبل أصله وإن كان في ظل القانون الجديد اللي هو القانون أو الأمر رقم 0502 المادة 169 إلى غاية المادة 172 هذا له نصيب بقوة القانون بقوة القانون. مدام يعني الآن هو خلى وصية أنصحكم بالآتي أن هذه الوصية تنفذ في حدود الثلث الوانتير ثلث. إذا خلى ثلث هكتارات نتاع الأرض الثلث يديه ومدى مبلغ مالي. إذا خلى 900 مليون سنتيم هذا الحفيد عنده الحق في الثلث ثلث الوانتير يعني 300 مليون. أما الباقي اللي هو الثلثان هذاك يؤول إلى ورثته يعني 5 بنات مع الابن اقسموه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة في هذه الحالة 7 الابن عنده سهمان أو نصيبان وخمس بنات المجموع 7. يعني هذو كل قلت الخالات كاين اللي موافق كاين اللي ماشي موافق لا غير قلهم يوافقوا. إذا كان وصية شفوية نرجع للشريعة إذا كان الوصية هذه صحيحة تنفذ. وممكن هذا الحفيد يقول لكم ما حبيتوش تعرفوا ما تسمعوش الوصية الشفوية نتاع جدي نروح للقانون خاصة إذا كان الوفاة تمت في هذه السنوات الأخيرة يعني بعد 1984 كما سنبين بعد حين في سؤال مشابه. ركزي معايا هذا الحفيد يقول لهذا الورثة يقولهم يا إما تطبقوا الوصية نتاع جدي يعني ناخذ
الثلث، الثلث طبقا للشريعة. نعم. وإذا كان وأوصى بأكثر من ثلث الزائد يكون موقوفا على إجازة الورثة، ينفذ إذا أجازوه الزائد، ولا ينفذ يعني يرد إذا لم يجيزوه. ولكن إذا كان يقولوا له احنا ما نطبقوش الوصية الشفوية، يقدر هذا الحفيد يروح إلى القانون. نعم. القانون 84/11 المعدل المتمم بالأمر 05/02 المادة 169 إلى غاية المادة 172، معناها ينزل بقوة القانون. لذلك نصيحتي نقول لكم غير أعطيوله والسلام، أعطيوله في حدود الثلث، والباقي قسموه خمس بنات مع الابن، يقسموه بالفريضة الشرعية. هذا هو الجواب يا إيمان. أمال من عند دفلة؟ أمال من عند دفلة ثم زورثة والتما مديفك ربي شفا. إن شاء الله يعني ثاذيست قليك من ثاذيست أمدي سهل ربي إن شاء الله، وكم يصفرح ربي وكم يحفظ ربي ماذا ماذا الدريام ماذا الخوف. الخوف الزائد مرض، الخوف الزائد مرض. لازم الإنسان يعرف بأن كل واش يصرى في الدنيا هذه يصرى بقضاء وقدر. الأمراض والابتلاءات كل شيء مرحبا باللي أعطى الله. دائما كما قال ربي سبحانه في القرآن، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة البقرة الآيتان 155-156. الخوف الزائد ماهوش مليح، قد يتحول إلى مرض. ثوري كيما قلت ما الخوف هكا مشطوح معقول، ولكن خوف من الزيادة ومن الهالة. طفل يا ربي وزرب اللي أين كيضرون ذي الدونيث، كل شيء يحصل سيدي يا ربي. العبد بالتفكير والله بالتدبير، أم ذاني تصبر ربي يدبر، وكم يصفرح ربي إن شاء الله، وكم يدير رزق ربي إن شاء الله. أمال من تيارت يا أمال؟ هل يجوز مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تجسد فيها شخصية الأنبياء؟ والله نقول لك هذا يعني نقاش طويل وعريض. والله لو كان يعني إن شاء الله ربي يهدينا من بعده، لا يصح تجسيد أو تمثيل شخصيات الأنبياء، حرمتهم قائمة. يعني حرمة الأنبياء قائمة. شكون هذا الإنسان مهما بلغت براعته في التمثيل ومهما بلغت يعني درجة تقواه، من يمثل نبيا من الأنبياء؟ يعني الذي نراه هو عدم الجواز، عدم الجواز. هؤلاء أنبياء صفوة الخلق، اصطفاهم الله عز وجل وأرسلهم إلى عباده. هم أنبياء، هم مرسلون الأنبياء وأصحاب الرسالات، لا يجوز تمثيلهم، هذا هو الأصل. ولكن في هذه السنوات الأخيرة للأسف هناك انفلات كبير في كثير من الأمور، في هذا الأمر وفي أمور أخرى فإذا كان الأمر مسموحا بالنسبة للصحب الكرام، بالنسبة لأولئك الصالحين، يعني يعني نجد يعني من طبعا فتاوى تجيز هذا الأمر، لأنهم هم بشر يقينا تربوا في أحضان المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشرف على تربيتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني لذلك انترضى عليهم جميعا رضي الله عنهم. فإذا كان الأمر يعني مسموحا به بالنسبة للصحابة، أما الأنبياء فلا يصح. الإنسان ينأى عن ذلك بقدر الإمكان، ينأى عن ذلك بقدر الإمكان، وهذا الذي نراه والله أعلى وأعلم.
طيب أذكار النوم قالت لك نأتي بها، وهي يعني تقضي حاجتها في البيت من ترتيب وغسل الأواني وغيرها. نعم، أنا أنصحك بالآتي يا أمل، يعني وأنت تقومين بغسل الأواني اقرأي أذكار المساء، يعني كثير من الأذكار تقرأيها وأنت في العمل، يعني في تقومين بهذا العمل، ولكن احتفظي ببعض الأدعية عند النوم، يعني حتى مهما تكوني تعبانة وكذا، يعني عبارة عن ثواني قليلة، باسمك رب على الأقل، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا اكتفيت بهذا الدعاء عند النوم، لأنك تستلقين على في فراشك على الجنب الأيمن، أي تركضي على الجنب الأيمن وتقرأي الدعاء وتستسلمين للنوم، ربي إن شاء الله يريحك ويريحنا جميعا وانتهى الأمر. ولكن لا حرج أن تستثمري وقت العمل نتاعك في المطبخ تغسلي الأواني في أذكار المساء، وهي كثيرة. هي قالت أذكار النوم، أما أذكار النوم خليها وقت النوم، لأنك راك في المطبخ يا كيف الشغل، يعني لست نائمة وما كيش يعني مهيئة للنوم، خليها. تعود على هذا شيخ، هو مخالفة الأولى. مخالفة الأولى، لأن الحديث إذا أتيت مضجعك إذا أويت إلى فراشك. نعم، هذا هو الإرشاد النبوي. نعم، لأنه هذا الإرشاد النبوي يا أختي آمال، سبحان الله، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يرشدنا إلى الأذكار وإلى الأدعية في كل الأحوال. يعني مثلا تصب المطر، ثم يقول اللهم صيبا طيبا اللهم صيبا نافعا. إذا كان الرياح نقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، يعني معنى نذكر الدعاء في الوقت المناسب. في السفر ثم نذكر دعاء السفر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى آخره، اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، معنى في السفر، وهكذا. وإذن هذه الأدعية تذكر في حينها كما جاء الإرشاد النبوي، أذكار المساء ذكر يا ربي سبحانه عند المساء، وأذكار الصباح أنت حينما تستيقظين من النوم، ثم لي تقولي الحمد لله الذي رد علي روحي، ما تقوليش هذا الدعاء سمحي لي في النهار، لأنه هذا الدعاء من أذكار نتاع الصباح عند الاستيقاظ من النوم. وكذلك الأمر عند الإيواء إلى الفراش للنوم، ثم لتذكري هذه الأدعية، ولا حرج عليك أن تكتفي ولو بدعاء واحد، هذا الدعاء الذي ذكرته الآن، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إذن عند الإيواء إلى الفراش.